كان مع الأستاذ الناقد رفيق فهمي واصل، يا أرجو أن يكون الأستاذ رفيق فهمي واصل، فمن كبار النقاد فليتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أولاً أشكر انتمائي إلى رحلة الشعراء والشعراء المحافظين على يد الأستاذ خالد سعد فيصل رئيس إدارة الواحة، والدكتور أحمد عيد اللغوي أو أحمد عيد عبد الفتاح رئيس لجنة الشعب، وجود قامات رائعة من الشعراء والأدباء في الواحة العظيمة. أود أن أقول أن في العشرين عاما الأخيرة من بداية القرن الواحد والعشرين ظهر سموك وارتفاع في الشعر العمودي القصير، بخلاف ظهور ونهضة هذا الشعر في منتصف القرن الماضي. لكن الشعر كفرع من فروع الأدب، طبعا الأدب سواء كان شعر أو نثر، نهض نهضة في منتصف القرن العشرين. فنون النسخ كانت أعلى عن هذه الأونة التي نحن فيها، يعني القصة والرواية والمقال كأحد النماذج النثرية الأدبية لم ترتقي في العشرين عاما الأخيرة من القرن العشرين مثل ارتقائها على يد رواد القصة والرواية محمود تيمور ومحمد تيمور في منتصف القرن العشرين. لم نجد أدباء روائيين زائعي الصيت مثل هؤلاء الروائيين والقصصيين. أيضا كتاب المقال، هناك فرق بين المقال الصحفي والمقال الأدبي، يعني الصحفيون يكتبون بلغة معاصرة فصحى، أي نعم معاصرة، لكن كتاب الأدب مثلا عباس محمود العقاد، أحمد لطفي السيد، لما بداية القرن العشرين حتى منتصفه لم نجد كتابا أو أدباء للمقال مثل هؤلاء القامات الأدبية الراقية. نحن نريد نهضة نثرية أيضا لكتاب المقال وللرواية وللقصة مثل نهضة الشعر العمودي البسيط. تتجذب الحركة الأدبية الآن طائفتان من النقد من الشعر. هناك شعراء العامية على جانب، وهناك شعراء التفعيلة، وهناك شعراء الشعر العمودي. في خلاف على شعر التفعيلة، بعض كبار النقاد موجودين الآن، دكتور أحمد درويش أستاذ الأدب، أستاذ البلاغة والنقد الأدبي في دار العلوم، عمره حوالي 70 عاما في مجال الأدب أكثر من 60 عاما، يؤيد شعر التفعيلة. وبعض المحافظين يهاجمون شعر التفعيلة. نحن لنا رأي وسط إن شعر التفعيلة يختلف عن الشعر المرسل أو الشعر العامي. يعني أيضا يعني ممكن إن شعر التفعيلة يكون له يعني بعد الشعر العمودي الأصلي. يعني لست أهاجم شعراء التفعيلة، لأن بعض الشعراء
يعني يرفضون فكرة هجوم الهجوم على الشعر التفعيلي. فإذا كان شعر التفعيلة متواجد لبعض الشعراء القرن العشرين منتصف القرن العشرين زي بدر شكل السياب ونظرة الملائكة وغيرهم من الكثير من الشعراء، فإحنا لا نريد إن إحنا نعمل إيه مواجهة دموية بين شعراء المعاصرين شعراء الشعر العمودي شعراء الشعر التفعيلة. يعني إذا كنا نحافظ على الالتزام بنهج القصيدة على أوزان الخليل بن أحمد الفراهيدي فلسنا نهاجم شعراء التفعيل. طيب يبقى احنا نريد الآن نهضة في المقال يكون كتاب مقال راقيين، وأيضا نريد نهضة في كتاب الرواية والقصة، وده مش هيظهر إلا يعني طبعا هو يعتبر الشعر هو أعلى فنون الأدب، لكن لا هذا لا يعني إن بقية فنون الأدب من فنون النثر تقل قيمة عن الشعر. نريد من الواحة واحد أمير الشعراء إن يكون في نهضة على يدي على يد الأستاذ خالد سعد لكتاب الرواية والقصة. طبعاً أستاذ علي جبل كتبت له تعليق ودراسة نقدية ودي موجودة على وسائل الاتصال وعلى صفحة واحد أمير الشعراء، ونريد إن تتابعنا الروائيين والكتاب القصص. شكراً.